أهلا بكم أحبتي في هذا الفيديو دون إطارة. سوف نحاول أن نحلل مباريات التنس، كيف نلعب مباراة تنس بشكل صحيح. مثلا أخذ المباراة التي ستضرب بعد 8 أو 7 أيام، نأخذ 7 أيام. مثلا بطولة أنديان ويلز، بطولة أنديان ويلز مثلا هذه المباراة. مع ذلك أنا لا أنصحكم أن تلعبوا الأدوار التأهيلية الأولى، لأن أحيانا توجد تلاعبات، توجد طراشاوة. العبوا المباريات الأدوار المتقدمة أحسن، تكون جدية وتحت أنظار الكاميرات والجماهير. أيضا مباراة السيدات أيضا تجي مباراة محترمة دون إطالة. مثلا هذه المباراة فاربارا غراشيفا، هذه لاعبة روسية، بيترا مارينكو. أول حاجة أصدقائي، أول حاجة نأخذها هنا مثلا الفافوريت هذا الماتش فاربارا، هنا المرشح للفوز هي فاربارا. وفعلا فاربارا طويلة قامة، عندها تلعب أداء جيد. لازم تركز دائما على آخر مباريات، ها تلقاهم لنا آخر مباريات هنا. هذه آخر مباراة دائما تعتبرها كأنها مباراة تدريبية، مثلا مباراة تدريبية. مثلا فاربارا انهزمت مع مارتا، هذه أوكرانية تلعب جيدا، فازت على كاتي، هذه لعبة أمريكية صاعدة، فازت عليها، فازت على ستيفنز. ما انتهى، فاربارا فازت على أنا بلينسكوفا، هذه لعبة روسية، فازت ايضا على ماغدالينات البولندية، فازت على ستيفنز مرة اخرى. معناتها فاربارا في اخر 5 مباريات لعبت في مستوى كبير، لعبت مع لاعبة ذات جودة كبيرة. معناتها في هذا الماتش لن تندم اذا لعبت عليها. مهلا نروح لبيترا، بيترا مارينكو. بيترا مارينكو خسرت ضد سارة ايراني. سارة ايراني هذه لاعبة كانت نجمة سابقة، لكن الان تقدمت في السن واصبح الكثيرون يربحوها. ايضا هنا فازت على ميغان، الذي لاعبة خارج تصنيف، هانا شانغ، مانا ايوكاوا، هذه اعتقد يابانية. خسرت ضد كارولين وفازت على فرانسيسكا كومي. هنا مثلا لما تبغي تلعب، العب هنا فاربارا ستفوز. فاربارا لان في مباريات الاخيرة لعبت مباراة ذات جودة كبيرة مقارنة باللعبة الثانية. مثلا نأخذ مباراة أخرى، نأخذ مباراة أخرى مثلا هذا الماتش ناو هيبينو، هذه لعبة تلعب مليح لكن أداءها متذبذب. كاميليا راخيموفا، هذه عندها قوة كبيرة، هذه كاميليا. كاميليا مثلا هنا خسرت مع ياسلين، هذه لعبة خطيرة جدا، هذه اللعبة لعبة روسية خطيرة جدا. فازت أيضا على كاترينا سينياكوفا، هذه لاعبة موهوبة وثرية، أيضا فازت عليها. هنا أيضا فازت، أي فايزة بجميع المباريات، فازت بجميع المباريات، فقط انهزمت هنا مع يلين. هذه نروحو لناو هيبينو. ناو هيبينو أيضا تلعب مليح، أيضا تلعب بالزوجي، تلعب بالفردية، تبحث على المال. هنا لعبت مع كارينسكايا. كارينسكايا أيضا لاعبة روسية لكن اعتقد تملك الجنسية الامريكية، اعتقد انها مزدوجة الجنسية، لعبة ثرية جدا، لديها سبونسور اديداس. هنا راهي ربحت مجموعة امام كالينسكايا، معناتها هيبينو ايضا ستكون خطيرة في هذه المباراة. ايضا فازت مع ان لي هذه لعبة ممتازة، فازت على انس جابر مرارا، هي ادت لها مجموعة. هنا فازت ايضا 2-0 ضد ليف هدوف، هذه ليف هدوف ايضا لعبة جيدة. لكن عموما راح هذا الماتش راح يركب لك السكر والضغط والخوف، لكن عموما كاميليا تستحق ان تلعب عليها. نروح المباراة الثالثة، مثلا ريبيكا بيترسون. مع ان الاوضاع ضعيف لكن نروح لهذا الماتش. مثلا هنا خسرت مع كاميرا جورجي. كاميرا جورجي تلعب هذه ايطالية فاتنة جميلة جدا، من اجمل لاعبة التنس. كاميرا جورجي انهزمت امامها، هزمت كاتي مكنالي، هذه لعبة ممتازة امريكية. فازت على ماغدالينات، هنا فازت على كثير، هذه امريكية خطيرة، هذه سوداء البشرة، لعبة امريكية خطيرة. فازت على ناديا، فازت على ديان بيري، هذه لعبة فرنسية. معناتها ريبيكا بيترسون تعيش افضل ايامها. نروحوا لهذه سيمونا والارت، اعتقد انها بريطانية. هذه اللعبة خسرت مع إلينا، خسرت مع هذه اللعبة الخطيرة ياسلين، خسرت مع هذه اللاعبة أوشين دودين فرنسية، فازت على أوكسانا. هنا ألعب على بيترسون ولا تخاف، ألعب على بيترسون ولا تخاف.
وكان نصيحة أريد أن أنبهكم بها، لما تقرأ جميع كتب خبراء المراهنين حول التنس راح يقولك لا تثق في اللاعب الذي يفوز بالمجموعة الأولى. لما تكون مباراة واللاعب يفوز بالمجموعة الأولى حذاري، لأن الشخص الزاني احتمال كبير يقوم بريمونتادا، خاصة في المباريات التي يكون الأوض متقارب، يكون واحد مثلا هذه هذه في المجموعة الأولى، إذا فازت كارولين لا تقل بأنها فازت، احتمال كبير هاري دارت سوف تنقلب عليها. لهذا لما تشوف الأوض هكذا أحيانا أفضل طريقة تلعبها هي الأوفر، تلعب على الأوفر مثلا أوفر 20 غالبا تدخل، تكون أوفر 20 لما الأوض يكون هكذا، معناتها هنا أي فريق أي لديهم طاقة بدنية كبيرة وينجموا يغلبوا الإطاحة ببعضهم البعض. لو كان نلاحظوا هنا النتائج سنلقى أن ذلك صحيح. مثلا كارولين دودين خسرت ثم فازت، ثم هزمت هذه الألمانية لعبة ممتازة، جيلي نيمار فازت على نيمار، معناتها لاعبة جيدة وتنجم تهزم أي لاعبة. نروحوا اللعبة هذه هاري دارت، هاري دارت خسرت مع إيريكا، خسرت مع ريم مارينو، خسرت مع بليسكوفا، لكن اللاعبات التي لعبت أمامهم جميعهم مستواهم جيد. هنا خسرت مع الكندية الممتازة بيانكا، خسرت بزاف، لكن هذا الماتش لن ستقاتل، لن تخسر بسهولة، هنا تقدر تلعب الأوفر. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه النصائح أحبتي، و good luck.